الله الرحمن الرحيم. معكم محمد العماري عادل العماري من مشاة العماري بالاحتفال الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بميلاد الحبيب المصطفى. الاحتفال الأكبر عالميا إن شاء الله بإذن الله من قلب الصعيد الأقصى عاصمة احتفال مولد النبوي الشريف الذي له 150 عام. احنا متورثين وعن أجداد الأجداد لي 150 سنة. الحمد لله في كل سنة وسنة بنتقدم زيادة عن زيادة. إن شاء الله بيلم أكثر من 80,000 متفرج من جميع محافظات مصر وتاج الخيالة من جميع محافظات مصر. بنحتفل عبارة عن بالخيول والمسمار والتحقيق والمديح الحبيب المصطفى كبار المدحين بهذه المدينة. الحمد لله بتاج الناس هنا جماهير محتفلة بتزيد سنة عن سنة بحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. معاكم عمار العماري بنحتفل بالمولد النبوي الشريف كل سنة لمدة 14 يوم وبتوصل في بعض السنوات بتوصل ل 15 يوم. احتفال المولد النبوي ده عند مشايخ العماري بحيث انه الاحتفال له دعم خاص دون عن مدن الجمهورية. بنبدأ ال 14 يوم ذكر عن الحبيب عليه الصلاة والسلام ليالي المديح. كان الشيخ محمد ياسين التهامي بنستضيفه وبنستضيف الشيخ منتصر الدح. ال 14 يوم تبقى العصريه بتبدا من بعد العصر. المرماح زي ما انتم شايفين كده المرماح من جميع انحاء الصعيد الناس بتاجي من سوهاج ومن قنا ومن الاقصر ومن اسوان. بيبدا عندنا الليله الختاميه بيبقى فيها ليله المديح قبل شهر مولد النبوي بثلاث اربع شهور بننظم الاحتفال اللي انت شايفه حضرتك الجمهور الغفير والحشد الكبير اللي انت شايفه. بنبدا ننظم الاحتفال لمده 14 يوم كاملين وزي ما انت شايف يعني الصوره تكفي ان احنا مش هنتكلم. هذيك انت شايف الناس فرحانه بالاحتفال بالمولد النبوي وبنقول للناس كل سنه وانتم طيبين وكل الناس بتشرفنا هنا.